اذهب بكتاب مولاك أمير المغرب إلى ذلك الوالي الخائن ليخرج في استقبالنا طوعا، وإن لم يخرج اذهب واقتحم القصر واقطع رأسه ورؤوس عوانه. ليس هذا من الحكمة أيها الأمير. ما شأنك يا امرأة؟ شأنك؟ لكني أردت أن تكتم خبرك حتى تدخل الفسطاط. انظر إلى من معك وكم عددهم. إن كنت تريد النصيحة حقا فاذهب إليه بنفسك وأخبره بنفسك على ملأ من رجاله. لم يملك إلا الطاعة، إن لم يكن خوفا منك فامتثالا لمن أرسلك. لم أسمع نصيحة أصدق من هذه. ربما، لكني أشم رائحة مكيدة وخدعة. مكيدة وخدعة؟ أية مكيدة وأية خدعة؟ إنها تحت أبصارنا وأسماعنا منذ خرجنا بها من الفسطاط حتى جئنا بها إلى هنا. لا أدري، ولكني أتوجس خيفة منها. يا ابن طاهر. مولاي، اسبقنا وادخل الفسطاط وتسقط خبر الوالي وخبرها وآلها. وإن صادفني أحد وسألني عنك؟ إيه، غار علينا قطاع الطريق وقتلونا كلنا. فإن سألوني عنها؟ ما رأيناها ولا نعلم عنها شيئا. الطعام يا فتى. واللحم، إلي باللحم يا فتى، أكاد أموت جوعا. المصري قادم على حصانه يا مولاي. ألم أقل لك إنها مخادعة ماكرة؟ هذا أخوها الزنديق. إلى أين أيها الأمير؟ آتيها برأسه لتصرخ وتهلل وتجمع علينا القرى. أقطع رأسها قبل أن تصرخ. وما أمرنا به مولانا جعفر؟ إيه، رأيت غير ما رأه. فلتعلم إذن أنه أمرني إن خالفت رأيه أقتلك. ماذا؟ تقتلني بذلك الزنديق؟ رأسه أغلى عند مولانا من رؤوسنا كلنا، وأنت تعرف لماذا يطلبها. ها؟ وأنت ابن طاهر، مزق ثيابك وتجرد من سلاحك، ثم اذهب إليه ماشيا وتماوت أمامه، ثم اجعله يغير طريقه. ها؟ هيا. أمرك.
ماء جرعة ماء اسقوني ماء جرعة ماء اسقوني ماء جرعة ماء اسقوني. لا بأس يا أخي. أشرب. أخيرا ثعبان المصري، اغفر لي. أغفر لك؟ ماذا تقصد؟ هل أنت الذي خطفت أختنا؟ حاشا لله، من خطفها رجل رومي من الحرس الهارب. أين ذهب بها؟ تكلم. حاولت تخلصها لكنه رماني بسهم، أصاب حصاني فسقط بي. أين تركت؟ أين؟ وأين هي؟ تكلم. أين صاحبك مهران؟ لا مهران لم يكن معنا، كان قد سبقنا وهرب، ووجدها وصيف وهي تصرخ مذعورة عليك، فأخذها وأسرها وخطفها وانطلق بها على حصانه. لماذا رجعت لتخبرني؟ مروءة؟ شهامة؟ لا كلا، بل خوفا من تهمة أنا منها بريء، وكذلك مهران. صدقني يا مصري، لقد ندمت على ما فعلناه بك. أنت رجل طيب وفقيه. أنت رجل لئيم، وأظنك كاذبا، لكني سأصدقك إلى حين. لأين ذهب بها؟ وأي طريق سلك؟ سمعته يقول سابعها في دمشق أو في البصرة أو أصفهان أو الأندلس. أنت تضللني، ما وراك؟ ولماذا قطعت علي الطريق؟ تكلم. اسمع الخيلة، أنت طليعتهم؟ اذهب يا ثوبان واتبع تلك الخيل، واتركها مع خاطفها يفر بها. لقد بلغتك وارحت ضميري. امسك حتى لا تهلك عطشا، لعل في عمرك بقية، حتارك يوما، وأرجو أن تكون صادقا. أخدعك وتؤثرني، رجل طيب حقا.
استغفر الله، كدت أقتل الرجل دون بينة ولعله صادق. فأي طريق أسلك وفي أيهما أجد ضالتي فما تدري. ضاقت بي نفسي فشعبت السبل، اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب، وشاهت الوجوه حتى وجهي ووجهتي، وتصارعت النوازع في صدري، أقدام وأحجام، أمل وطنود، توكل وتواكل. إلى أين أمضي؟ إلى أين تقودني راحلتي؟ دابتي التي في حنايا صدري دابة حرورة، دابة جموح نثرت بصاحبها في بيداء الضلالة في زمنها. زمامها أفلت من صاحبها طيشا وغرورا. بئست الدابة والمطية نفسي إن لم ترجع ذلولا لخالقها. ربي إليك زمامها، إليك خطامها، إليك خطاها وخطاياها، إليك وجهاتها ومسعاها. فاهدها إلى غايتها ولا تردها إلى هاوية غواياتها. يا من عليه قصد السبيل اهدني إليها، دلني عليها دون قتال أو قتل، اعصمني من دم عبد من عبادك مهما يكن شأني. ربي أنت تعلم مني ما لا يعلم الناس عني، لا تردني قاتل قاطع طريق، لا أريد أن أرتد قاطع طريق. بعض عبادك يريدونني قاطع طريق، فاعصمني منهم ومن نفسي واقبلني إليك قبل أن أرتد شقيا. احبسوه حتى أتيقن من الخبر. أحلف إني رأيتهم يخطبونها. فلما لم تخبرني؟ أو يخبرني يا مولاي، أو يخبر سلاما المصري قائد الحرس. أخبرت أخاها الزنديق، أقصد الفقيه، فكان هذا جزائي. بعد يومين من اختطافها وبعد أن فروا بها، دمها في عنقه يا مولاي الأمير. دمها في عنقي أنا ولي الأمر، فإن لم أردها وأجعل من أولئك الخونة عبرة لكل المفسدين في الأرض فلأعتزلن هذا الأمر. خذوه. أين أخوك العالم الفقيه؟ خرج باحثا عنها ولن يعود بدونها أو بدون رأس خاطفها، وإني خارج في أثره. اصبر وانتظر. سأكتب إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد وإلى ولي عهده الأمين أمير المغرب بما فعله ذلك الهارب الخائن وأعوانه المفسدون في الأرض، وستخرج مع من يحمل كتابي إلى الخليفة. فإن أدركت أخاك في الطريق فليدخل معكم على أمير المؤمنين دون كتاب ودون شكوى. لا يغسل عارنا إلا دم هؤلاء الخونة، وبسيفي أنا. ما تركت لولي الأمر يا مصري؟ وماذا فعل ولي الأمر يا سيدي؟ وما حيلة ولي الأمر في امرأة خرجت من دارها ليلا دون حارس؟ فأين رجال ولي الأمر؟ أين هيبة ولي الأمر؟ أين وأين يا سيدي؟ لا تجعل غضبك وصبرنا يخرج عن حدود الطاعة والأدب حتى ولو كنت على حق. على حق أو باطل، لقد ضاعت أختنا ورهبت دارنا وانتهكت كرامتنا، وتطلب منا بعد هذا كله الطاعة والأدب. وأحبسك وأقتلك. ما أسهل هذا عليكم وما أهونه علينا، فماذا بقي لنا؟ رؤوسنا
ها هي رؤوسنا مركزة ظلا على صدورنا، في قطعها راحة لنا ولكم. انصرف انصرف قبل أن آمر بقتلك. بأي تهمة يا سيدي؟ بتهمة الغيرة على أرضي وكرامتي، أم بتهمة الخروج على طاعة ولي الأمر؟ لقد عفوت عنك وعن أخيك مرة، ولقد طار خبركما إلى أمير المغرب، فأرسل يأمرني بما لا أريده لكما. طار خبرنا إليه هناك، ولم يطر خبر أختنا وما حدث لنا. لهذا سأرسلك مع من يحمل رسالتي إلى الخليفة، فاطلب لقاءه ليأمر بالبحث عن أختنا، فيقتلوها إن لم يكونوا قد قتلوها بالفعل، أم ليعوضني عنها ببعض المال. كلا كلا يا سيدي، لن أقبل بهذا أبدا، ولن أذهب إليه شاكيا ولا باكيا ولا متوسلا، ولن يفلت مني هؤلاء الخونة وأعوانهم أبدا. مولاي الوالي، مولاي الوالي، مولاي الوالي، الهارب الخائن عاد. مهران اقبضوا عليه، لقد رجع واليا على الفسطاط. واليا أو ملكا لن يدخلها إلا جثة بلا رأس، لا يتحرك أحد منهم. السلام على من كان أميرا فعزل. لا تحاول، مخارج القصر كلها تحت سيطرة رجال. قائد الشرطة اقبض على كل من تعرفه، وأوله هذا الرجل. هذا الرجل أنا، هذا الرجل، وبالأمس كنت تقبل نعلي، الآن ستقبل نعلي أنا. لست أنت وحدك، أنت وكل من يعاونك من أهل هذا البلد. الشرفاء لا يحنون رؤوسهم أعلى ولا أموالا أيضا خونة. إياكم أن يرفع أحد منكم سيفه، وإلا قتلت هذا الخائن. هيا هيا أيها الأمير الغافل، هيا تحرك، أسرع بالهروب، هيا. يا كم تدور المغازل كما يدور الفلك، وغازل الثوب نازل بدون ثوب هلك. راح الليالي أغارت على عظام البشر، مثل الطواحين دارت تفني حصاد الثمر. أين القصور المنازل؟ وأين من قد ملك؟ يا راحلا ليس يدري لأي شيء رحل. دع المقادير تجري فكلنا مرتحل. صبرا فكم من نوازل هانت على من صبر. مرحبا بك ضيفا يا عابر السبيل، أو طيفا
لقلب عليل. أفضالا بغير دليل. مضى الكثير وبقي القليل، إن هي إلا جرعة ماء وكسرة سوداء وحصاة من الملح. ما أطيبه من طعام لمن يقنع يا ولدي. من لم يقنع بالقليل لا يشبعه الكثير، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. عجبا لقتيل في ثياب قاتل، أين رأيتك قبل اليوم؟ أين؟ أين ومتى؟ لا أدري، لقد تركته هنا. تفضل، الجود بالموجود. بعد الماء للوضوء فأنا لم أصلي إلا تيمما. تبلغ بلقيمات وأطفئ ظمأك، ثم توضأ وصلي، وإن شئت فاغتسل، الماء يجري بإذنه في جداوله. اللهم اسقنا من سقيت هاجر ولدها وضيوف بيتك إلى يوم الدين. صحبة إن شاء الله. هل في بيتكم أخوات لنا في الدين يا عم؟ إلا أختك في الله حسناء الرخى. تلك أمنا في الله يا عم. هكذا يناديها كل عابر سبيل. ثوب نظيف طاهر وإن كان قديما. عندي ثوبان، هذا وهذا، لو كنت أملك غيرهما. ثوبان لا يملك شيئا. أتسخر مني يا فتى؟ حاشا لله يا عم. فما بالك؟ ثوبان اسمه الرجل المسكين، يضحكني طارة ويبكيني طارة أخرى. لكن عليك، لا عليك. اسمه ثوبان؟ يخطئ ويتوب إلى ربه، ويضل ثم يتوب إلى رشده، ويخشني أن يرتد ضالا شقيا. فيا ويله إن لم تدركه عناية الرب. احبسوها حتى أفرغ لها، أقبضوا على كل من جاء، أرسلوا المنادي في الشوارع والأسواق، من يأتني برأسي المصري القاتل والوالي الهارب فله وزنهما ذهبا. إذا سمعت صوتها قتلتك قبلها. هيا أمير الشام ومصر والمغرب.
السمع والطاعة لوالي المغرب الوزير الجليل جعفر بن يحيى. السمع والطاعة لأمير مصر مهران بن ماهان. يا أهل الفسطاط، من يجد عبد الباري الإشميمي هل يحضره حيا أو ميتا وله مكافأة؟ يا أهل الفسطاط، الدمع والطاعة لأمير المؤمنين ولولده ولي العهد محمد الأمين. يا أهل الفسطاط. أنت يا هذا، هل أدلك أين هؤلاء؟ أين هم يا أبا بلال؟ لكن عجبا، كيف لا تعرف أين هم؟ تكلم يا أبا بلال، أين هم؟ حيث المرأة التي خطفتموها بالأمس. نعم، بالأمس خطفتم امرأة، واليوم جئتم لتخطفوا بلدا، ولكن هذا لن يكون أبدا. اسحبوه إلى الوالي. إلى الوالي؟ إلى الوالي أم إلى قاطع الطريق؟ أين أنتم يا غوغاء المجالس؟ أين أنتم يا نزلاء الصوامع؟ أين دماؤكم عليكم فهانت على الناس؟ اسكت يا رجل! لن أسكت حتى تصعد إلى بارئها. يا أهل الفسطاط، يا أهل الفسطاط، اقتلوهم وأميرهم، اقتلوهم واميرهم. هيا اسحبوه. يا اهل الفسطاط، اقتلوهم واميرهم. يا اهل الفسطاط، اقتلوهم واميرهم. اين انتم يا غوغاء المجالس؟ اين انتم يا نزلاء الصوامع؟ اخلص يا رجل، هانت دماؤكم فهنتم على الناس. يا اهل الفسطاط، اقتلوهم واميرهم. استودعك الله يا عمنا، أصحابك السلام. يا ثوبان انتظر يا مولاي، انتظر، أتوسل إليك. الأمر خطير، أخطر مما كان. نعم، بعض الماء يا عم، لقد نفد الماء مني وأنا لم أكل منذ أيام. حالا يا أم عابر السبيل، الجود بالموجود. أهلا به. تفضل انزل، ترجل يا ولدي على حصانك، وانظر فيما يريدك صاحبك. ماذا جاء بك يا سعيد؟ ومنك السلام. هيا يا خالة، هيا اجمع ثيابك. ريا يا ريا، ما الخبر يا عثمان؟ لا وقت للحديث والكلام، هيا قبل ان يصل لنا. هيا، من تقصد، اليونان ام الرومان؟ هيا يا خالة، المنادي في الفسطاط يطلب رؤوسنا على الرماح. هيا. صدق ظني، عادت جيوش الرومان. أما من خبر عن رجالنا أو بنتنا؟ هيا يا خالة، سأخبرك في الطريق. هيا. عرفت الآن لماذا جئت يا ثوبان؟ رجع في جيش، رجع فردا، ما شأني به؟ شأنك أنه خاطف أختكم. لو كان هو خاطفها، ما أظنه يجرؤ على العودة إلى بلد فريسته. صدقت،
يخلصه لا يرجع إلى حيث سرق. ففيما خروجك إذن؟ تتبع أثرهما وخبرهما. إن صدق من أخبرني أو خدعني. من هو؟ وأين رحل بها؟ إلى حيث شاء الله. كأنها ضاعت. أم ضيعت؟ ضياع قومها. هون عليك يا ثوبان، أنت لا ذنب لك. ضياعها من ضيعوا أنفسهم، إذ ضيعوا قول نبي الرحمة والتراحم. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما أظن ذلك الرجل مهران رجع إلا ليستحل دماءنا وأموالنا وأعراضنا. ادع عليه يا قطب الوقت أن يهلكه الله بطير أبابيل كما أهلك أبرهة. ارجع للفسطاط وخذ هذا المنافق معك، قبل أن أقطع لسانه أو رأسه فارتد قاطع طريق. ظننته تبعك نادما صاحبا. نعم نادما وخادما ترابا عليه. إلى أين يا ثوبان؟ إليها، أبحث عنها. تبحث عن ضائعة لا تعلم أين هي، وتترك أهل بيتك ينتقم منهم ذلك الجبار الهارب العائد منتقما منك فيهم؟ ما رجع ليدخل بيتي إن كان قد رجع، ولكن ليقتحم بيت الإمارة إن صدق ظني. أتعلم كل هذا وتترك أهل بيتك تحت سيوفه وتفر هاربا؟ سيوفهم أرحم وأهون من ألسنتكم وسهام نظراتكم يا صاحبي. أما سمعتهم؟ في كل يوم لي تهمة عندهم. قطعت ألسنة من يتهمك يا قطب. اسكت، أولها لسانك أنت. ما تظنني أفعل إن رجعت؟ إما أن أقتل هذا الرجل بتهمة بلا بينة. ولعله بريء منها يا ولدي، فتحمل دمه في الدنيا وذنبه في الآخرة. أو أقعد في داري حتى لا أسمع منكم ما أكره. وما أكثر خصومك، وقد كنت واحدا منهم حتى علمت قدرك. لا تنطق حتى لا أضر بقسمي وأقتلك. اسمع يا صاحبي واعلم أني ما خرجت إيثارا لنفسي أو حرصا على الحياة، وإنما خوفا من نفسي على نوازع نفسي أن ترتد بي إلى ما يغضب ربي. لا أريد أن أرفع سيفا على نفس خلقها بارئة أو حرم دماءها إلا بالحق. طيش لا يفعله فقيه تقي مثلك. أنتم تريدون هذا وإن لم تعلنوا، تريدونني قاتلا ظالما لا علما فقيها. نفقت بالبعض ما فقهت من أمور ديني، فاتهمني الفقهاء في ديني. كتبت ما علمت من لغة القدماء، فاتهمني الجهلاء بالزندقة. زندقة؟ سامحهم الله. نصحت أدعياء السهد فاتهموني بالنفاق. صدقت وكذبنا نحن. عتبت على نزلاء صوامي وأتباعهم من القاعدين الكسالى المتواكلين، فطردوني واتهموني بالجرأة على رجال الله ومن يزعمون أنهم أولياء الله. وهل يعلم إلا الله من هم أولياء؟ ألا إن رجال الله حق هم العاملون بما ينفع دين الله وعباد الله. صدقت والله يا فتى. ألا إن أولياء الله حقا هم الذين يوالون من والاه ويعادون من عاداه بالعمل لا بالقول أو بالحكمة والموعظة الحسنة.
ولو أنهم فعلوا، ما طمع فينا مثال ذلك الهارب الجاهل الذي اقتحم داري ونهب وسرق سنوات عمر مضى وقضى على بالغة أمل في علم ينفع الناس، وتريدني أن أرجع؟ إلى أين؟ إلى بلد تقاعس رجاله وتحاسد علماؤه واشتد فقهاؤه واستبد حكامه وانتهكت حرماته ومحارمه، وهرب عالمه وفقيهه إن كنت كما وصفت نفسك. لا عليك، لا عليك، لما سمعت مني إلا طرطرة فارغة أو هراء كاذبا من رجل لا يعرف قدر نفسه أو لا يعرف من هو. بل أنت كما قلت وأكثر، فأنت الفقيه العالم الورع القطب، أقصد أتريد شيئا آخر يا صاحبي؟ بعدما سمعت منك ما عدت أعرف ماذا أريد. ارجع إلى الفسطاط، فإن وجدت أخي فذكره بما نصحته به أن يرحل بالأهل إلى إقليم منشأ الأجداد. أثقلنا عليك فكان صدرك أرحب من دارك. لعمرك ما ضاقت بيوت بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق، ولا خير في الدنيا طريقا ومنزلا إذا لم يكن لي صاحب وصديق. أسمعت يا صاحبي وصديقي؟ أتريد صحبتي؟ خادما. بل صاحبا وصديقا، والصديق من الصدق. وصديقك من صدقك وصدقك. وقد صدقتك وصادقتك وصاحبتك يا ثوبان. حرفتك يا خياط الثياب. حسبي ثوبان، بعلمه يسترني وبفقهه يهديني. من ذا يعلم أين الضال وأين المهتدي؟ وماؤك وزوجك تقي وبيتك بيتك يا صاحب. الرحى ليس لها صاحب يا آدم، إنها تطحن من يقع، وإن استعصت عليها بعض البذور فاحذر من رحى تدور، لا يستعصي عليها مخلوق، فما أضعف البذور وما أشدها من رحم. صدقت وصدق القائل، الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحن. افتح كفيك انصرها في الطريق، فإن كانت صالحة والتربة صالحة وتنزلت الرحمة والغيث لعلها تثني وتنفع من يسلك الطريق من بعده. يا لا، ثم لا تمن على من يأكل من غرسك ويستظل بظلك، ولا يغرنك ما غرس، فبئس الغرس، غرس المد والعيون. من أنتما؟ ماذا أسمع وأرى منكما؟ ما سمعت وما رأيت شيئا.
فامض إلى طريق كتب عليك، ولا تظلم نفسك، واحذر أن ترتد قاطع طريق، حتى ولو قطعوا عليك كل طريق وسدوا كل سد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما أطول الشقة وما أبعد الغاية وما أقل الدنيا، وخير طريق ما كان إليه، خير الزاد فاتق الله. مداد! ما أوجزها وما أعظمها للرسل، وما أصعبها على من لا يفهمها يا ولدي. قبل ضالتي لبقيت معك فلاحا أطحن غلالي. إن وجدته فلا تكن أحد شقا للرحى، فلا ذنب لثمرة أسقطها ريح الظلم. وإن لم تجدها فاحتسبها، واحذر أن تفقدها غضبا أو يأسا. كيف يفقد من لا يجد؟ هل فهمت ما غاب عن صاحبه؟ فهمت يا خالة. ضالة المؤمن الحكمة ولا يأس من رحمة الله. لا بأس، الولد لا ينقض وضوء أمه. الماء في الغدير يا حسناء السبيل. هؤلاء هم الناس، هم الحكماء، هم الفقراء، فقراء الفقراء، لا من يتشدقون ويتنطعون ويعتزلون هناك. أتعرف من يكون هذا الفتى؟ إنه فقيه عابر سبيل يا ابنة فرطونة. إنه ابن الصوانة. صوانة ابنة خالتك؟ نعم، وأظنها أصيبت في إحدى بناتها بمثل ما أصاب بنتنا ورضيعها. كأنه ابن إبراهيم الإخميمي. إن لم تتشابه الأسماء. كأنه خرج يبحث عن بنتنا وطفلتها محبوبة. قد تتشابه السبايا كما تتشابه البذور بين شقي الرحى. يا إخميمي! انتظر أنت يا أباه، ماذا تريد منه؟ أرده إن كانت أمه قد أخبرته عن ابنتنا، كي لا يبحث عن ضائعة ماتت هي وطفلتها منذ سنين. إن كان هو فلا تزد همه همين، وإن لم يكن فاترك لعله يجد ضالته. هيهات أن يجدها. وخير له ولها ألا يجدها، فلا أحد يغفر لمن سقط أو أسقط. أفواه الناس طواحين تطحن لا ترحم، من يسقط أو يسقط.
يا لريح الذكرى يا ابنتي.